قربة. شو اللي جاي يصير؟ واحد يقول لي شو اللي جاي يصير؟ شنو هذا؟ ايش جاي يسوي؟ منو؟ دكتور ها؟ دكتور صار اكيد صار، ما نخلص من الصار. اكتيفيجن شالوا درسي، مو كفايه كراش الحين درسي بعد؟ ليش؟ انا قايل اني ما راح اسوي شيء الا لما اعالج كل شيء، بس اعتقد ان السالفه مطوله حيل، في احرف ما قاعد تطلع عدل، فعادي حاول تمشي يعني. هني انا انولدت، واول لعبه توستد متل كانت 95، نفس عمري. طفولتي كانت اربع العاب، كراش، بوكيمون، سونيك، وتوصل مثلا ماريو. لا مو طفولة، بس مال الاني اس لان الكل لعبه هو ياهل، والباقي يوم متاخر يمكن صار عمري 12 او 13 يلا لعبت، وحتى تقريبا كل العاب نينتندو بعد، لان الياهل ما يدري شو السالفه، اي شيء بتحطه قدامه بيلعبه، واخواني ما كانوا يلعبون العاب من نينتندو. يصدق ليش ما كنتوا تلعبون العاب من نينتندو؟ ها تعال ليش ما كنتوا تلعبون العاب من نينتندو؟ ها ما تفهم. سويت تاريخ كراش، تاريخ سونيك، تاريخ بوكيمون، بس باقي تاريخ توستد مثل. توستد مثل لعبة طق سيارات، يعني تاخذ اسلحة وتطق باقي السيارات، لما تذبح الكل تروح المرحلة اللي بعدها. الببلشر مال اللعبة سوني، تعتبر مركز 162 من افضل مبيعات العاب. توستد مثل هو دوري يكون كل سنة، عشان تفوز لازم تذبح الكل، وعادة اللي يكون مسوي الدوري واحد اسمه كاليبسو، بس مو كل مرة. بالجزء الرابع يكون سويت توث بدل كاليبسو، اللي يفوز بالدوري يقدر يتمنى امنية واحدة، وصاحب الدوري راح يعطيه الامنيه اللي يبيها. شلون؟ لانهم يقدرون يسوون كل شيء ويغيرون العالم، بس اللعبه فيها فكره بي كيرفل وات يو ويش فور، هذه عباره تنقال حق الاشياء اللي لازم تكون حذر لها، لان عاده النهايه ما يكون شيء يونس، لان كاليبسو يقدر يغير بالكلام ويسوي لك شيء ما كنت تبيه. يعني مثلا بنتك اختفت وانت قاعد تدورها، الامنيه كانت ابي اكون مع بنتي، بعد ثانيه انت مع بنتك بالقبر، وكل شخصية تكون لها نهاية غير. أول شيء أنا بتكلم عن الألعاب الأساسية، بعدين بتكلم عن ألعاب ملغية وأشياء غير بعد. أول لعبتين كانوا من ديفلوبر سينجل تراك، اللي مسوين وورهوك قبل توستد متل، وجت موتو بعد توستد متل. أول لعبة كان نظامها أرينا، يعني إنك تذبح بأرينا بعدين تروح المكان اللي بعده، وهم كان فيها لاعبين بعد. من اللي اشتغلوا على اللعبة ديفيد جافي، هو كان جيم ديزاينر، هو بعدين قام مسوي God of War. إيه ديفيد إيه قوي. You know what? اللعبة كان فيها تنويع حلو بالسيارات، بس الجرافيكس كان خايس. كانت مدة اللعبة قصيرة بس نجحت، باعت 1,000,000 بأمريكا بس، وباقي الدول ما قالوا كم انباعت. هني ديفيد جافي صار الكل بالكل، هو كان المخرج، كان بروديوسر، كان ديزاينر، كل شيء. هو أصلاً شلون اشتغل بسوني؟ كان ساكن يم سوني وكان يبي شغل، فراح كلمهم كان يخلونه يشتغل تيستر، يعني يجرب الألعاب ويشوف شنو فيها جلتشات، واللي عبال إن هذا شيء حلو ترى غلط. يمكن هذه اخيس شغله بالالعاب، تخيل انك قاعد تلعب لعبه بري الفا 1,000,000 مره بس عشان تطلع الجلتشات، شيء خايس حيل. بس كانوا يبون يشوفونه بالجيم ديزاين، فاشتغل على توستد متل 1، وخلى دراسته اللي هي كانت على الافلام، كان قبل يبي يصير مخرج افلام،
بس بعدين قام يشتغل على توستد ميتل 2. بس هذا مو اول شغل له بالالعاب، قبلها سوى اشياء ثانيه، كان تستر على العاب ثانيه وهم صار ديزاينر على لعبه اسمها ميكي مانيا. توستد ميتل 2 كانت لعبه قويه حيل، احسن من الاول بمليون مره. هني كان ديفلوبر سنجل تراك نفس الجزء الاول. هاللعبه باعت 1.7 مليون، وهذا بامريكا بس. هاللعبه جابت وايد اشياء جديده وقويه حيل، يعني هذا توستد ميتل الصجي مو الاول. والغريب انها نزلت على بي سي بعد، شلون مو حصريه حق بلاي ستيشن 1؟ والشيء الاغرب ان الجرافكس على البي سي اخص من بلاي ستيشن 1. اللي عبالي ان باتل فيلد 4 اول مره يصير انك تكسر اشياء وتغير اللعبه، كان في مرحله بهاللعبه فيها برج ايفل تقدر تكسره ويصير في جزر بين المباني، تقدر تمشي بين المباني كلهم. انا اتذكر لما كنت العبها وانا ياهل، كنت اخلي اخوي الكبير يسوي كلمه سر عشان ما اموت كلش والعبها طول الوقت. انتهى العقد مع سنجل تراك، وسوني خلوا 989 ستوديوز يشتغلون على توستد ميتل. 989 مسوين ايفر كويست، بس اجروب، وسالفهم فلتر. توستد ميتل 3، ديفيد جافي ما كان داش بهاللعبه، وهاللعبه طلعت زباله. تصميم مراحل غبي، والفيزكس انجن مخرف، كان شيء غبي ما تدري ايش قاعد يصير بسيارتك. لانهم هم سووا انجن جديد، لان الانجن اللي قبل كان مال سنجل تراك، فكان لازم يسوون انجن جديد، والانجن الجديد طلع غبي. توستد ميتل 4، هذه لعبة طفولتي، أكثر لعبة كنت ألعبها وأنا ياهل. هاللعبة أحسن مليون مرة من الثالث، بس كان فيها أشياء خايسة ما كنت ألاحظها وأنا ياهل، مثل أن الفيزيكس أنجن كان غبي شوي. سيارة فجأة تطير كذي وتقلب بدون لا تصعد شيء عادي، صعب حيل إن صعدت مكان تحرك سيارتك توصل المكان اللي تبيه. حتى بعض المراحل مرات تكون كبيرة على الفاضي، دور المرحلة بس تدور وين اللي تطقه. اللعبة مو خايسة حيل حيل، فيها أشياء زينة مثل الأسلحة الجديد، الجرافكس اللي أحسن من الثالث، الشخصيات الزيادة، في أماكن بالمراحل لازم تتعب عشان تروح لها، وكل مرحلة بعدها بوس. بس أنا كنت ياهل ما كنت ألاحظ الأغلاط اللي باللعبة، كنت يعني غبي نفس باقي اليهال، لأن اليهال كلهم أغبياء. ياهل غبي ما منك فايدة، إنسان غبي، أنت إنسان غبي، كل اليهال أغبياء كذي. إيه كل اليهال أغبياء، ياهل غبية ما يدرون ايش قاعد يسوون. سوالفك سوالفك عيافتك تقص علينا، والله ولا يدري ايش قاعد تقولون. غبي غبي ما منك اي فايدة، لان ياهل كلهم اغبياء ما منك اي فايدة. ياهل غبي ما يفكرون، ما يعرفون يفكرون، انهم اصلا ما يحتاجون يفكرون. كل ياهل اغبياء لا ما منك اي فايدة، يبتون ويصارخون. يعني انت كنت ياهل؟ اي انا كنت ياهل، كنت ياهل غبي نفس باقي الياهل الاغبياء. ما منهم اي فايدة، ما منهم اي فايدة. انا ما ادري ايش يسمونها مرحلة الطفولة، المفروض يسمونها مرحلة الغباء. بس قاعدين عشان احنا نفكر بدالهم. انا ابي افكر بروحي، ما ابي احد يفكر بدالي ويقول لي شو اسوي. You know what? F you. هني السنجل تراك اشتغلوا على العاب بنفس النظام مع جي تي انتراكتيف، بس اغلب اللي كانوا يشتغلون بسنجل تراك طلعوا. سووا لهم شركه اسمها انكوجنيتو انترتينمنت، بعدين سجلوا عقد مع سوني. سوني شافوا ان الاغلب رجع، فقالوا يلا خلنا نسوي لعبة توستد ميتل جديدة. فنزلت توستد ميتل بلاك، ديفيد جافي رجع وصار الكل بالكل مرة ثانية. توستد ميتل بلاك كانت شيء قوي، يعني صج من أفضل العاب بلاي ستيشن 2. في ناس يشوفونها أنها أفضل لعبة بالتاريخ، كان في تنوع قوي بالأسلحة والسيارات، كان في وايد أشياء تقدر تطلعها، وتصميم مراحل روعة. بس هم التحكم كان غبي، كأنك تمشي على ثلج. اللعبة كان فيها شيء حلو، في مشاهد بالبداية والنهاية فيها دم وايد ولها معنى قوي، يعني حق كبار عشان الدم اللي فيه. فصارت ريدد أم يعني 18، بس الاصدار الاوروبي شالوا منا المشاهد هذه. لعبة فيها شيء حق كبار؟ شلون؟ بعدين نزلت توستد ميتل بلاك اونلاين، هذه كانت ببلاش حق اللي عندهم توستد ميتل، كانت اونلاين من اسمها توستد ميتل سمول براو على بلاي ستيشن 1. هني ديفيد جافي كان مسوي شيء واحد بس، كان واحد من الكتاب. تدرون شنو كتابة توصل مثل؟ كل شخصية تكتب بدايتها وتكتب نهايتها بس، يعني بكل بساطة ديفيد جافي ما سوى شيء، واللعبة طلعت زبالة. هذه لعبة تجارية، سوني ما كانوا ضامنين فلوس من توصل مثل بلاك، لأن في ناس ما شروا بلاي ستيشن 2 بس كانوا يبون يطلعون فلوس كثر ما يقدرون، فنزلوا لعبة تجارية على بلاي ستيشن 1 بس عشان الفلوس. في ناس ما يقدرون يشترون بلاي ستيشن 2 بس يبون يلعبون لعبة توصل مثل، فيشترونها الخياس. الجرافيكس كان شيء مو مقبول كلش، كان شيء غبي حيل، يعني اخيس يمكن اخيس من توستد ميتل 1 بعد. الاصوات شنو كانت مزعجه، تصميم مراحل اصلا مو مراحل، اشياء عملاقه تجي تسد الطريق وبس. انا اشوف ان هذه اخيس لعبه توستد ميتل، والله كأنهم يطورون نبي فلوس خلاص. توستد ميتل هيد اون
على البي اس بي. هني ديفيد جافي كان مشتغل عليها وكانت لعبة قوية، وانا اعتبرها من افضل العاب بي اس بي. في ناس يعتبرونها انها الجزء الصجي حق توستد متل 2 لان بلاك كان شوي غير، والصراحة انا اثنينهم عاجبين. هذه كانت من اكثر الالعاب اللي لعبتها على البي اس بي. تخيل توستد متل 2 بس كل شيء احسن. ديفيد جافي والباجي سووا لهم فريق بروح اسمه ايد سي بلاي، ووقعوا عقد مع سوني. اول لعبه كانت بورت حق توستد متل هادون على بلاي ستيشن 2 اسمها توستد متل هادون اكسترا توستد اديشن، وانا لعبتها مره ثانيه. كنت وايد العبها على البي اس بي وهم لعبتها مره ثانيه على بلاي ستيشن 2. كان في اشياء زياده وكان فيها مراحل ملغيه من توستد متل بلاك. سالفه المراحل الملغيه بتكلم عنها بعدين. اخر شيء بعدين ديفيد جافي ركز على جاد اوف وار ونسى توستد متل. That's right. You can't do it because it doesn't exist. Now get back to work, punk. Oh, I'm the punk. Don't kick my cab. Punk. مرت بوايد مراحل. اللعبة كانت انها تكون بعصر بعد نهاية العالم، بعدين غيروا هالشيء لانه شافوا انه ما يصلح. كانت اللعبة بس حق بلاي ستيشن نتورك، بس سوني شافوا ان اللعبة احسن من كذا فخلوها لعبة كاملة مع ديسك وهالسوالف. اللعبة كانت بس ملتي بلاير، بس سوني شافوا ان لها جمهور اكثر فقالوا حطوا سنجل بلاير بعد. قبلها اعلنوا عن توستد متل على بلاي ستيشن 3 بس بشكل مو رسمي. من الاشياء الزياده بتوستد متل هدون على البلاي ستيشن 2 كان في شيء اسمه توستد متل دارك باس. هذا فيلم وثائقي عن توستد متل وشغلهم على اللعبه. ديفيد جافي واللي معاه كانوا يتكلمون، كانت تطلع ارقام يمهم. هذه الارقام طلعت ترمز حق احرف، لما حولوها حق احرف ركبوهم بعض طلع مكتوب توستد متل از كومينج اون بي اس 3. نعم نعم، بس سوني كانوا ما يبون يأكدون ان في توستد متل على بلاي ستيشن 3. بداية اي 3 2010 كان في اشاعات انهم راح يعلنون عن لعبة جديدة توستد متل على بلاي ستيشن 3، بس ديفيد جافي كان يقول لا ما راح نعلن عن لعبة جديدة على بلاي ستيشن 3 توستد متل. يقول حتى مو قاعدين نشتغل عليها اصلا. كانت من الاشاعات انه راح يكون اسم اللعبة توستد متل اكس. ونهاية مؤتمر سوني طلع صج في لعبة توستد متل على بلاي ستيشن 3. لما سألوا ديفيد جافي عن ليش كان يكذب وقتها، يقول انا ابي افاجئ الناس. يقول الحلو باي 3 انك تنصدم وقتها، مو النت يخرب عليك كل شيء. اللعبه كان لها اونلاين باس، يعني انك لازم تحط كود عشان تلعب اونلاين، موجود وايد العاب الحين. بس ديفيد جافي ما كان عاجبه هالشيء. يقول اهم شيء تبني علاقتك بينك وبين الجمهور وتعدل الثقه بينكم، بس الاونلاين باس تخرب هالشيء. ويقول اللي ما عنده فلوس ما راح يقدر يشتري اللعبه جديده، راح يشتريها مستعمله فما راح يقدرون يلعبون اونلاين. يقول ان الاونلاين جزء كبير من اللعبه ونبي الكل يستانس منه، بس هالقرار كان من سوني، هالشيء مو راجع له وهالشيء راح يجيب فلوس اكثر. اللعبه كان مفروض تنزل ب 2011 بس اجلوها عشان يبون يشتغلون عليها اكثر، وهالشيء عاجبني بسوني. يعني ما يقولهم لازم تخلصون الحين يلا نزل اللعبه وخلاص، يعطونهم فرصه يخلونهم يشتغلون على راحتهم. هم صح سووا هالشيء قبل، بس سوني الحين غير عن قبل. نزلت اللعبه وانا شريتها من اول يوم. توستد متل اللعبة كان فيها اشياء خايسة، التحكم كان خايس والشخصيات كانوا شوية. اللعبة كان فيها هليكوبتر اول مرة بتوستد متل، للأسف الهليكوبتر كان اللعب فيها ممل. السنجل بلاير لانه يكون ما في وايد اشياء تسويها والهليكوبتر حيل بطيئة والكمبيوتر ما يطقونك، بس المالتي بلاير تتمسخر لانه سهل تنطيق. طفولتي عمتني عن بعض الاغلاط باللعبة لاني كنت مستانس حيل ان في شيء بالطفولة رجع مثل التحكم، لان كل العاب توستد متل فيها تحكم خالص والطفوله تعميك عن اشياء، هالشيء يصير. فالواحد لازم يحاول يفرق بين طفولته وبين اذا اللعبه زينه ولا مو زينه. وهاللعبه كان فيها التحكم خالص، فلما لعبتها كنت اقول بوقتها التحكم ما في شيء غلط. لا السياره كانها قاعد تمشي على الثلج. لا تحكم حلو، التحكم ما في شيء غلط. انت ما انت غبي، التحكم ما في شيء غلط، التحكم حلو.
انت غبي اسكت اسكت ولا كلمة. تحكم حلو. شنو الثلج؟ بس بعدين استوعبت ان هذا شيء غبي. لما سألت نفسي ليش؟ ليش تحكم خايس شيء عادي؟ ما لقيت سبب وعرفت اني كنت غبي، لان كلمة ليش راح تخليك تفكر. الاشياء الحلوة باللعبة كانت بعض البوسز وتصميم مراحل اللي ماخذ منها دون وبلاك، والقصة استغربت انها عجبتني. كان قبل بس نهاية وبداية، بس الحين بعد كم مرحلة تعرف أكثر بالقصة، والنهاية عادة يكون شيء يضحك. في مراحل محلوة اللي كانت سباق مع طق، كان شيء غبي لأن التحكم ما يساعد، والمراحل فيها وايد أماكن يمكن تطيح. الملتي بلاير كان عجيب، يعني حتى أحسن من سينجل بلاير، والحين ما أدري إذا فيها حد يلعبها ولا لا، لأن صدق ودي الحين ألعبها. أوكي الحين تكلمنا عن الألعاب الأساسية بتوسد متل، الحين ودي أتكلم عن أشياء زيادة. الحين قاعد يسوون على فيلم توسد متل، في أحد متحمس حق الفيلم؟ لا طبعا، لأنه راح يكون مثل باقي الأفلام اللي يكونون على الألعاب زبالة. بس في أفلام يبون يكملون زبالتهم طول الوقت مثل رزنت إيفل. إذا تعتقد أفلام رزنت إيفل حلوة يمكن في شيء غلط، يعني وين أبدأ بالضبط؟ الحوار كنا ترجمة يابانية قديمة، القصة أصلا ما في قصة. أوه في زومبز يلا خالد بحهم سو موشن. هذه أفلام رزنت إيفل أشياء غبية. بعدين أوه في زومبي كبير هذا فاينل بوس، وهذه حال أفلام الألعاب الباجي. عشان كذا انا مو متحمس كلش حق فيلم توستد متل. كان في لعبه اسمها توستد متل هاربر سيتي، هي تكمله حق توستد متل بلاك، بس تكنسل قبل لا يعلنونه، وكانوا مسوين اربع مراحل بعدين حطوهم بتوستد متل هدون على بلايستيشن 2. لما قلت ان في مراحل ملغيه من توستد متل بلاك، هذيل هم المراحل اللي كانوا حاطينهم بهاربر سيتي. كان في لعبه اسمها توستد متل ابوكاليبس، هذه نفسها مال بلايستيشن 3 بس بالمرحله الاولى. وفي لعبه اسمها توستد متل ريفولوشن، كانوا يبون يخلون كل الشخصيات على ستريت كلتشر وهيب هوب، بس بعدين قالوا انه شيء ما ينفع. ديفيد جافي يكره توستد متل 3 وتوستد متل 4، بس يقول عنهم مو العاب خايسه، بس كالعاب توستد متل يعتبرون العاب خايسه. وبالنهايه نتعلم انه لازم نشتري افضل لعبه توستد متل بالنسبه لي اللي هي توستد متل على بلاي ستيشن 3. يلا روح اشتريها الحين. وبعد نتعلم اشياء مثل لايك وسبسكرايب، ونشوف الحلقات اللي طافت مثل تاريخ بوكيمون، تاريخ سونيك، تاريخ كراش، تاريخ متل جير، وتاريخ ساندز كيد بعد، وشوف كل شيء. كل شيء موجود. والتوب 10 وتقييم الالعاب الانتشار كول اوف ديوتي كل هالاشياء تشوفها. هذا اللي نتعلم منه. ليش اذا طقوا لك هرن بالشارع تعصب؟ ترى هذا هرن مو يقول عنهم مو العاب خايسه، بس يعني مستوى العاب توسد متل ما يعتقد انهم نفس بس بالطقه زين جملة احسن. تحكم حلو. شنو هالثلج؟ شنو هالثلج؟ سياره كنا قاعد تمشي على الثلج. قرباع قرباع قرباع.